السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأكارم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي ساعة اقتصاد. إذن معرض الجزائر الدولي هو موعد المهنيين والشركاء والصناعيين، يفتتح رسميا من قبل السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ويكشف عن مؤهلات كبرى صار يحظى بها المنتوج الجزائري باختلاف أنواعه. أزيد من 700 مشارك في الطبعة 55 لهذه التظاهرة الاقتصادية التي تنظم في سياق جد هام تجني فيه الجزائر ثمار جيل من الإصلاحات أسست لاقتصاد متنوع منفتح على الشراكة الأجنبية ومصوب نحو التصدير خارج قطاع المحروقات. فما هو جديد هذه الطبعة من معرض الجزائر الدولي؟ ما هي أهم القطاعات البارزة؟ وما هو ثقل المشاركة الأجنبية في هذه التظاهرة؟ وماذا عن مجالات الشراكة والتعاون الأجنبي؟ حول تثمين المنتوج الوطني، تعزيز الشراكة وتوزيع الصادرات، يفتتح نقاش هذا العدد من ساعة اقتصاد. بداية أرحب بضيوف الأكارم، أولا السيد عبد الرزاق المبعدة وهو ممثل عن مؤسسة متخصصة في صناعة الزيوت، أهلا بك سيدي. شكرا على الاستضافة. شكرا لك. كما أرحب بالسيد حسام طهراوي وهو منتج ومصدر للمواد الفلاحية، أهلا بك سيدي. شكرا جزيلا على الاستضافة والالتفات. شكرا جزيلا. كما أرحب بالسيد بابا فارس وهو ممثل شركة خاصة في صناعة المواد الأولية والمستلزمات الطبية، أهلا بك سيدي. شكرا لك على الاستضافة. شكرا جزيلا. كما أرحب بالسيد طارق بومرقة وهو رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين، أهلا بك سيدي. شكرا بارك الله فيك. شكرا جزيلا. كما أرحب بالدكتور الهواري تغرسي وهو خبير اقتصادي واستاذ جامعي، اهلا بك دكتور. شكرا بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، قبل الشروع في هذا النقاش ادعوكم لمتابعه هذا الروبورتاج الذي اعدته الزميله وسيله بوشارب حول الطبعه 55 لمعرض الجزائر الدولي بمشاركه تركيا ضيف شرف هذه الطبعه. للمره الثانيه تحل تركيا ضيف شرف على معرض الجزائر الدولي. اثنتان وخمسون شركة تركية مشاركة في معرض الجزائر الدولي، ونحن متواجدون في هذا المعرض منذ 2009. المعرض بالنسبة لنا احنا كشركة يعني صناعية وصحية في نفس الوقت، يعني معرض كتير مهم لنا، حتى ان احنا تقريبا نشاركه مرتين في العام، لانه السوق الجزائري كتير يعني مهم، يحتاج انه يعني السوق باكر كما نقولوا احنا بتركيا، يحتاج كتير للشركات تكون عندنا علاقات بين نقولوا احنا من تركيا والجزائر. المعرض الذي يحمل شعار جسر للتبادل يهدف أيضا لخلق فرص للشراكة بين البلدين. السوق الجزائري من الأسواق الكبيرة في شمال أفريقيا، أكبر سوق موجود لحد الآن بالنسبة لتركيا، وإحنا مسرورين جدا بمشاركتنا في هذا المعرض الناجح. العلاقات الجزائرية التركية عرفت طفرة نوعية في الفترة الأخيرة بفضل التقارب الحاصل بين قيادة البلدين، وتعد الجزائر ثاني أكبر شريك لتركيا في إفريقيا. ألفية ستفتح آفاق الشراكة على مصراعيها في مختلف المجالات بين البلدين. إذا دكتور تغرسي، نشرع معك في هذا النقاش. معرض الجزائر الدولي في طبعته 55 يأتي بصيغة مختلفة، لماذا بعد جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تشجيع المنتج والمنتوج الوطني وكذا من أجل توجيه المنتوج الوطني نحو التصدير؟ بداية هو فرصة بالنسبة لي، فرصة تجارية واستثمارية، سواء بالنسبة للمواطنين الجزائريين أو المتعاملين الاقتصاديين، وحتى بالنسبة للشركاء اللي سواء من أفريقيا وآسيا، وحتى بالنسبة لأوروبا ودول أخرى. نظن اليوم بعد حركية بالنسبة للإصلاحات الوطنية، والهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية، لأنه نحتاج إلى طبعا حماية الاقتصاد الوطني، ونحتاج إلى تخفيض العبء اللي كان موجود في المراحل السابقة، معناتها أنه
اليوم إشكالية الأمن الغذائي كيف يمكن إبراز طبعا الإمكانية الوطنية لاستقطاب الاستثمار المحلي مهم جدا والأجنبي، كذلك بالنسبة للتحول الطاقوي، كذلك بالنسبة للأمن المائي، كذلك بالنسبة لعدة قطاع، حتى بالنسبة لاقتصاد المعرفة. هناك استراتيجية من طرف السلطة العمومية، وهناك طبعا ثروات وطنية غير مستغلة، لأنه نستغل تقريبا أقل من 20% من الإمكانيات الوطنية. نظن هذه المنبر، خلينا نقول هو منبر لتسويق الفكر وتسويق حتى بالنسبة لمناخ الاستثمار في الجزائر وتسويق للثروات الوطنية. نظن هناك عديد من المؤسسات، تركيا فقط واحد أكثر من 51 طبعا مستثمر موجود هنا، وهذا دليل على اهتمام خاصة بالدول الإفريقية. طبعا تقريبا أكبر سنة موجودة هي هنا، كذلك هذا دليل على طبعا الثروات اللي موجودة والربحية اللي موجودة في الجزائر من خلال طبعا تحقيق هذه الشراكات وتحقيق التحفيزات أيضا المقدمة من قبل الدولة. يعني اليوم التحفيزات موجودة، لأنه علاش نقول المناخ الاستثماري مهم جدا؟ من خلال التحفيزات اللي موجودة ومن خلال طبعا الموارد الطاقوية اللي موجودة في الجزائر. يجب طبعا تفعيل طبعا هذه الشراكات ما بين الجزائريين والأجانب، وكحتى بين الجزائريين والجزائريين، وخلق طبعا برنامج مهم جدا لتفعيل الشراكات وتفعيل ليس فقط الجانب التجاري، ولكن يجب طبعا الحديث على الإمكانيات الاستثمارية اللي موجودة في الجزائر والربحية بين تقريبا كل القطاعات الوزارية، سواء بالنسبة لقطاع طبعا الطاقوي، سواء بالنسبة لقطاع معروف المناجم، سواء بالنسبة لقطاع سياحي، سواء تقريبا في كل القطاعات هناك فرص استثمار مهمة جدا. وطبعا تدعم الاستراتيجية الوطنية هذه الفرص من خلال تذليل العقبات وإصلاح قانوني كذلك، لأنه هناك قوانين مهمة جدا بينهم قانون الاستثمار اللي يعطي تحفيزات، طبعا قانون العقار الصناعي أيضا، نعم، تحفيزات جمركية جبائية شبه جبائية وحتى تحفيزات في الرسوم، ثم كذلك تحفيزات مهمة جدا فيما يخص العقار، حتى الإمكانيات الفلاحية. اليوم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات لتخفيض الفاتورة بالنسبة لعملية الاستيراد. شكرا لك دكتور. سيد بومرقة، يعني أهمية اليوم المعارض في الترويج للمنتوج الجزائري، اليوم الجزائر بحاجة إلى رفع حجم المبادلات التجارية مع الدول، سواء مع تركيا. اليوم حجم المبادلات مع تركيا هو 6.2 مليار دولار، تطمح الدولة لرفعه إلى 10 مليار دولار، لكن ليس في قطاع المحروقات فقط، لكن في المنتوجات المقدمة اليوم. اليوم كيف يمكن للمعارض اليوم أن تروج للمنتوج الجزائري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي مدام جات الفرصة، لأن عندما كان موجود 53 إكسبوزون من تركيا، هذه جيتني تكون مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين اللي ما يقدروش يسافروا الى البلدان، راه تسمى عندهم ان بريزونس سور لو مارشي، سي كيفي كو تعود عندهم فكره تاع المنتوج التركي، كيفاه التصنيع، كيفاه التعليب، وايضا يكون الاوبيراتور ايكونوميك يكون عنده مشاريع جديده، يقدر كيفاه يتعامل، والله يدير كما نقولوا حنا ايفا كوبي كولي، باش كيفاش باش كذا تسمح لكل المتعاملين وان ينشئوا كرياسيون دونتربريز مع هذا النوفو سيستم دانفستيسمون كي فا انكوراجي لا برودكسيون ناسيونال، لان الان المنتوج الجزائري راهو دوجوده عاليه وينافس المنتوج الاوروبي ولا اي منتج، لان عملك ما نسمحلكش بلي ما عملكش بلي المنتوج الجزائري راه يروح الى السوق الافريقي، السوق الاوروبي، ما لازي هذه بكل الدوله راهي قاعده دير في ديزيتود وين دار نوفو بلان ديكسبور، حاجه جديده تصدير اللي تصدر، يشوفوا وين هو النقط الضعيفة والنقطة النحو. اليوم إلغاء الضريبة على عملية التصدير، يعني ما كانش هناك رسوم على عملية التصدير. لا احنا هذا يعيطولو بلان ناسيونال ديكسبور، لا استراتيجي ناسيونال على الاكسبور، داروا استراتيجية الوطنية للتصدير داروا كاين مشاكل المصدرين معهم دي سوليسيون،
حلول معها حلول، وهذه ديجا كانت تكزيستي، كانت موجوده، حاليا زادوا طوروا فيها باش يدعموا التصدير للخارج. شكرا لك. نروح اليوم للمتعاملين الاقتصاديين، يعطونا التجربه تاعهم والخبره تاعهم في عمليه الانتاج وعمليه التصدير. سيد معي سيد بابا فارس، انت ممثل شركه متخصصه في المستلزمات الطبيه، تحدثنا على الشركه اليوم. الشركه تصنع مواد متخصصه في المستلزمات الطبيه، وكتش انشئتوا الشركه؟ والشركه اليوم واش راهي تنتج وهل هي تصدر؟ احنا عندنا شركتين، شاركنا في المعرض بشركتين. الاولى هي شركه اينوتيز، هذه اينوتيز تصنع المواد الاوليه. هذه شركه اسست منذ 2002، والشركه هذه تصنع المواد الاوليه تاع الاسوياج اندستريال، وتصنع على لا ماتير بريمير تاع اللانجات، وتصنع الكومبراس، المواد الاوليه تاع الكومبراس، وتصنع توسكي المواد الاوليه تاع لابياج والدراباج تاع لي بلوك اوبيراتوار. وهذه الشركه اسسناها في 2002، وصدرنا لعده دول اوروبيه منذ 2006، وصدرنا لالمانيا، انجلترا، فرنسا، صدرنا لعده دول. والشركة الثانية هي شركة إيجيماد، تأسست في 2007، وهي شركة تحول المواد الأولية إلى مستلزمات طبية. المستلزمات الطبية هي كل الكازاك شيريجيكال تروس إيتوسا، وصدرت ثاني كشركة صدرنا لموريتانيا، وأنا في والمواد هذو نهائية راهي فاليدات من طرف مستشفيات فرنسية، وإن شاء الله عندنا اتفاقية باش نصدروا للمستشفيات الفرنسية. كيفاش تتم عملية التصدير اليوم؟ هل عملية التصدير سهلة صعبة؟ كيفاش تشوفوا عملية التصدير اليوم في الجزائر؟ نشوفوا العملية طبيعية تاع التصدير. الدولة ساهمت بعدة قوانين اللي تنفع المستثمر باش يقدر يصدر وباش يتسهلوا كل الأمور، وعندنا ضمانات ثانية من عند الدولة باش نرفعوا في قيمة الصادرات. يعطيك الصحة. معنا أيضا السي حسام طهراوي. سيد حسام طهراوي، أنت منتج في ومصدر أيضا للمواد الفلاحية. اليوم عرفنا، هل اليوم أنت تنتج وتعلب وتصدر أو تصدر مباشرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كاين مجمع طهراوي في ولاية بسكرة، يعني يشتغل في العديد من المجالات، مجال الري، مجال الأشغال العمومية، في المجال الطبي، في مجال إنتاج المياه المعدنية. وهناك فرع نوفا بريم. شركة نوفا بريم هي شركة مختصة في الإنتاج الفلاحي، فيها أكثر من 500 هكتار إنتاج خضر وفواكه، فيها 60 هكتار إنتاج حبوب، و70 هكتار بيوت محمية، يعني سير كناريان بيوت عملاقة، وعندنا 9 هكتارات مزرعة نموذجية، يعني اللي فيها أحدث تقنيات للإنتاج الزراعي. أحد تقنيات الإنتاج الزراعي يكون سقي أوتوماتيكي، تحكم في درجة الحرارة، تحكم في الرطوبة. هذا الشيء يعطينا المجال باش ندخلوا بالخضر مبكرة قبل البلدان، قبل الموسم. لهذا يعطينا لوكازيون، يعني بور ليكسبور. كاين بلدان اللي ما يكونش متوفر فيها هذاك الوقت المنتوج، يعني احنا يكون عندنا هنا في الجزائر. يعني التسويق هي، وكاين فرع ثاني للشركة، وهو عندنا محطة فرز و توضيب وتسويق المنتجات. يعني هذا الشيء يعني حب نقوله، كاين المنتج يعني شركة نوفا بريم، ومتعاقدة مع فلاحين آخرين، يعني نشر المنتج عند الفلاحين ولا تاع الشركة، نقوم بالتوضيب والفرز والتسويق. التسويق يعني في المجال في السوق الوطنية أو التصدير. السوق الوطنية يعني احنا يعني منطقة مزيرة، يعني بلدية مزيرة اون جينيرال تسوق، قد اقول لك يعني الاغلب الاسواق الوطنية، اسواق الجملة الوطنية، لانه الشركة، لانه المنطقة تغطي يعني انتاج وافير، برسنتاج كبير يعني من الانتاج الوطني. هنا وكنخدموا الاكسبور، يعني دي بريستاسيون
ميم بور لي زيكسبورطاتور سو كي اون دي كونطرا على لترونجي حنا نقدروا نوفروا لهم المنتج ويعني البيع يكون هنا في السوق الوطنيه هما يخدموا عمليه التصدير لانه الشركه عندها انتاج كبير يعني وبفضل التقنيات اللي رانا نستعملوا فيها وبفضل الخبره يعني شركه قديمه من 1984 وهي في الانتاج الفلاحي الشركه لحقت يعني اكثر من 200 طن في الهكتار بالنسبه للطماطم بالنسبه للفلفل ثاني اكثر من 80 طن في الهكتار يعني تروحوا الزراعه المكثفه نعم يعني كميات معتبره ورانا نعملوا على التطوير يعني وباش نلحقوا باسكو كاين اوقات يعني يكون فائض في السوق الوطني يكون فائض في السوق الوطني الشركه اللي عندها يعني المشروع الجديد ان شاء الله راهو في الافاق انه راح يكون عندنا صناعه تحويليه لانه باش يكون المنتج يعني المنتوج يعني اسوام نعود لها الصناعه التحويليه فيما بعد نروح للسيد عبد الرزاق الما بعده وهو ممثل عن مؤسسه ايضا مختصه في صناعه الزيوت يعني نعرف ان الزيوت في الجزائر شهدت نوعا ما يعني نقص هذه الماده في السوق خاصه زيوت صناعيه يعني اليوم كشركه احكينا على الشركه هذه وقدرتها على توفير المنتوج ذو جوده وذو نوعيه في السوق المحليه واستقرار في الانتاج ايضا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أونكور أون فوا على الاستضافة شكرا لك الشركة تاعنا في متخصصة في مجال المحروقات منذ 1995 ولكن مؤخرا في حوالي 2020 قمنا بدراسة على السوق الجزائرية وشفنا باللي هناك نقص في المنتوج تاع المزلقات تاع الزيوت سيارات خاصة وحتى صناعية منها بعد هذه الدراسة ولمرافقة استراتيجية الدولة في تخفيض فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتوج المحلي المجمع تاعنا خذا كما نقولوا الإجراءات اللازمة باش يبدأ في سنة 2020 في إنشاء المصنع تاعنا تاع الزيوت المتواجد في ولاية بسكرة وكنا أول إنتاج بدأ في نصف سنة 2021 مع العلم أن حاليا احنا المجمع تاعنا في 1100 عامل و350 منها في مصنع الزيوت مع العلم أن منذ الاستقلال لم توجد أي شركة هنا في الجزائر تصنع زيوت معقدة تخليقية مثل 020 ولا 030 شركة تاعنا هي أول شركة اللي قامت بصنع هذه المنتوجات هنا مع العلم نحكي لك شوية أنا شخصيا كنت عملت في الكثير من الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات ومؤخرا جيروجوان الشركة الحالية المجمع لتشجيع الإنتاج المحلي وعلاش لا نخدموا على جال بلادنا ونطوروها. كيف شفت الفرق بين شركات متعددة الجنسيات وشركة جزائرية اليوم كيف؟ والله غير بصراحة ماشي لأننا في التلفزيون ولكن جيتي كيما نقولوا اغريابلمون سوربري علاش؟ باسكو اليوم الجزائري ينجم يقول بلي عندنا منتوج ينافس المنتوجات العالمية صحيح أن المواطن الجزائري ما يثقش 100% في المنتوج الجزائري علاش يقول لك المنتوج الجزائري كي يبدأ بك كواليتي مليحة ومن بعد ينقص ولكن اليوم أنا نعطيكم معلومة باللي كما مثلا شركة سيارات عالمية راهي معتمدة المنتوج تاعنا تدخل للسيت انترنت تاعها حاليا افيك دي ميزاجور بلادات تلقى المنتوج ميد ان الجيريا ما نهضرش على المنتوج من ميد ان الجيريا هذه الانسان لازم يتاخر بها هي زيوت معقده تخليقيه سي سكون ابيلي زويل سانتيتيك اومولوغي تسمى موافقه من طرف كبار شركات ما راش راح نسموهم مي كبار شركات العلامات الالمانيه الفرنسيه وحتى الامريكيه شكرا لك يعطيك الصحه دكتور تغرسي اليوم عندنا نماذج جد ناجحه يعني في عده قطاعات قطاع صناعه الزيوت قطاع القطاع الفلاحه وقطاع الصناعه الطبيه اليوم نحن بحاجة إلى خارطة وطنية من أجل تعريف بالمنتوجات الوطنية اليوم هل هناك خارطة تحصي كل هذه المنتوجات المتواجدة في السوق الوطنية وبهذه الجودة اللي كان يتحدث عليها المتعاملين الاقتصاديين شفنا القرار الأخير بالصادر بالنسبة للسيد الرئيس هو نقطة يجب الذهاب إلى الصناعات التحويلية الرفع خاصة من المساهمة الصناعة التحويلية بالنسبة للناتج تقريبا مستوى 5% نريد الوصول في المرحلة القادمة 10 و 15% وهنا نشوفوا انه الامكانيات اللي موجودة في الجزائر والثروات اللي غير مستغلة يجب استغلال هذه الثروات سواء بالنسبة للمشتقات البترولية
اللي تقريبا نصنع 30%، مازال تقريبا شوط كبير ومازال مجال مفتوح لاستقطاب الاستثمار في هذا المجال، لانه شفنا طبعا شركات بترولية المادة الخامة موجودة، الفكر البشري موجود، فقط كيف يمكن تطوير هذه المنتجات للوصول الى المنتجات النهائية والقضاء على طبعا قضية الاستيراد في ما دام عندنا إمكانية وعندنا ثروة المواد الأساسية، لا هي عبارة عن مواد أساسية، كيف يمكن استقطاب طبعا تكنولوجيا. نظن المعرض في اليوم هو وسيلة لتحقيق طبعا التقارب بين المنتجين، بين المستوردين، بين كثير من المصدرين لتحقيق شراكة. حتى بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الحمد لله أنه ارتقينا التغذية تقريبا كاملة بالنسبة للمنتوجات. اليوم وصلنا في مجال قمح الصلب مثلا أكبر من 80%، نريد تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد في المراحل القادمة، ولكن نريد تفعيلها إلى صناعات تحويلية حتى بالنسبة لهذه المنتجات الفلاحية، لأنه القيمة هي قيمة معتبرة بالنسبة لنا، الفرق بين طبعا هذه المنتجات الأولية والنهائية. لما نحكي على طبعا المنتجات الزيتية، لما تشوف قيمة البترول ولما تشوف طبعا قيمة هذا المنتج النهائي بعد ما يحول، الفارق تقريبا عشرات مئات المرات. وبالتالي انه هناك استراتيجية من طرف السلطات العمومية، وهذه الاستراتيجية واضحة في قانون الاستثمار وواضحة كذلك في المنصات الرقمية بالنسبة لي طبعا هذا القانون وهذه الوكالة، هي استراتيجية لكل القطاعات. ماذا تريد القطاعات الوزارية؟ ما هي نوعية المؤسسات التي تريدها القطاعات طبعا الوزارية؟ لكن يا دكتور لازم احنا يكون عندنا إحصاء أولي لهذه الشركات، لهذه المنتجات، باش نقدروا نديروا هذه الخطوة. اليوم لازم نحصي عندنا آلاف الشركات ممكن ما يعرفوش بعضها. اليوم عندنا ثلاث نماجد دير إنتاج محلي 100% وتصدر أيضا. حمزة، انتقلنا إلى منظومة رقمية، العمل اليوم خاصة إلى طبعا تفعيل المنظومة الرقمية. نظن الأسبوع هذا نحكي على الدفع الرقمي، من بين المشاكل اللي موجودة لكل هذو المواطنين وطبعا لكل المتعاملين هو قضية الدفع الرقمي. معناتها بنفس المنطق راح نشوفوا عملية إحصائية وقامت بها وزارة التجارة، بدأت تقوم بالعملية، وحتى طبعا وزارة الفلاحة اليوم تقوم بالإحصاء الفلاحي لمعرفة ما هي الثروات الموجودة في الجزائر، لأنه الثروات كبيرة جدا. كيف يمكن إيجاد الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب الاستثمار؟ لأنه المراحل القادمة لو نوفر طبعا هذه الميكانيزمات ونوفر هذه الفضاءات راح تعطينا أكثر حلول في المراحل القادمة، كأنه راح نحصر جميع المؤسسات الوطنية، ثم بعدها الاحتياجات الوطنية من نوعية الاستثمار اللي تكون عونة أولوية. سمعنا طبعا أخيرا بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية كان يتذكر دور المؤسسات الناشئة، يجب توجيه المؤسسات الناشئة في البحث والتطوير بالنسبة لهذه المنتجات التي تعتبر طبعا قدوة بالنسبة لي طبعا الاقتصاد الوطني، واستغلالها أحسن استغلال لتقليص. دائما الهدف هو طبعا تقليص الفاتورة والضبط الفاتورة بالنسبة لعملية الاستيراد. نظن أنه هناك استراتيجية متكاملة، مشي لازم نزرب أنه هناك إمكانيات وطنية، وطبعا هناك ثروات وطنية في كل القطاعات. في كل القطاعات لم نرتقي إلى مستوى تقريبا 20%. إذن الخريطة مهم جدا أن نضعها على طريق المنصة الرقمية لتضح أو تتضح الصورة أكثر بالنسبة للاستثمار المحلي، يولي يعرف نوع الاستثمار يمكن الجزائر، وحتى الاستقطاب الاستثمار الجنبي في كل القطاعات الوزارية. نظن بداية بدأت حتى بداية العملية من خلال قطاع الصناعة، نرتقي بالمراحل القادمة بالنسبة لقطاع السياحة، بالنسبة لقطاع الفلاحة، بالنسبة لقطاع طبعا عدة قطاعات وزارية مهمة جدا باش توضح الخريطة الوطنية للاستثمار. شكرا لك دكتور. سيد بومرقة، اليوم انتم كدوركم كجمعية للمصدرين، كيف ترافقون هذول المتعاملين الاقتصاديين؟ اليوم دوركم مهم جدا في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملية التصدير. هي باش نفهمك مليح، انا نيتاني متعامل اقتصادي. انا نصنع الخل، راني نصنع خل كمادة خام وخل معبأ كونديسيوني. نسبة الإدماج شحال؟ نعم، نسبة الإدماج شحال؟ نسبة الإدماج 100% جزائري، لأن لا ماتير بريمير ماتير كحول هي مخدومة هنا مصنوعة في الجزائر، وكيعود أمون كيجيبو دو لامبورتاسيون. سي كيفي هذا ستان انفستيسمون
100% algérien des machines allemandes qui fait عندنا une production نتاع واحد لي 15000 لتر جور على حموضة 14% واحد ما يديرها واحد ما يوصلها لهنا مام في الافريق دي نور 14% واحد ما يوصلها نصدروا مادة الخام على 10 ولا 5 ولا 14 درجة للافريق ولا اوروبا يا بوكو بليس لافريك سي بور كري لا كرياسيون دو لومبلوا دي انفستيسمون وفي مادة المعبأة الى السوق الفرنسي والى السوق التونسي تفضل هذه باش نقول لان ما بقاش بزاف هاد المصنعين لازم توت ان سافوار فير وهاد السمانه ان شاء الله في الاسبوع بدينا في الخل بالزاميك والتفاح والعنب الاحمر بدينا التريتمون في ليزين تاعنا وبالنسبه للتحفيزات لونكوراجمون واش تمد هادي لانيكسان لا احكي لي قبل على المنافسه في السوق الوطنيه كيفاش تشوفها المنافسه هنا في السوق الوطنيه راهي سي اون منافسه صعيبه ريد علاه لان الخل اللي موجود في الجزائر ماهوش خل راهو بهار وشو نطلبوا يعرفوا الفرق ما بين بهار وخل طبيعي ومنافسة صعيبه يعني اليوم كاين شركات بزاف مختصه في هذا المجال اليوم السوق يعني كونكورونس فيروس كما نقولوا ان كونكورونس فيروس pour moi une petite concurrence qui est déloyale parce que une vinaigrerie c'est pas facile de faire une vinaigrerie هذوك c'est uniquement des conditionneurs on a il s'appelle le forsa مع هاد الناس اللي يديروا لا مايونيز ولي صوص لازمهم يحتاجوا خل طبيعي لان كوم يعودش خل طبيعي لا تيكستور ولا نوعيه المنتوج ما يكونش منتوج زيرو ما يقدروش يصدروا صح بالنسبه للاسوسياسيون تاعنا لانيكسان هي اولا عندنا فوق ال 200 منخرط وشي هو عم باكل انفورماسيون ساسباي نحنا سي غراتوي تسمى نوعيهم كيفاه المصدر يبدا واش يكونوا كوم نوفوتي في لا ريغلومونطاسيون في القانون في الصرف في في في, في المتعامل مع لو فون سبيسيال دو دو ليكسبور لو رومبورسمون كيفاه هما باش يمنعوا المنتوج لازم يروحوا لي فوار سي لي سالون لي زيتود دوكا مادام في لي سالون عندهم ان رومبورسمون دو 80% سكو تسلك 20% كيعود سالون مسجل في وزارة التجارة وكيعود ماهوش مسجل عندك 50% ليك و 50% مدعمة دارو ليتود دي مارشي ليتود دي مارشي على في الاكستيريور على برا ثاني مدعمة كيف هذا بكل الاكسبورتاتور كي تعود عنده الانفورماسيون الانفورماسيون هي كلشي المعلومة كيما تعود عنده المعلومة واش اللي ديجا كيفية التصدير لوين يروح لمن يروح خلقنا كاين لي بياس لا تاب سي الجمعية المصدرين اللي جرات وجابت لور دروا كاين ثاني كرياسيون تاع خلقوا اون بوات ميل صادراتك عند مديرية للضرائب لا دي جي دي زامبو سادير كل مصدر عنده مشكل في الضرائب ولا لي رومبورشمون دو لا تي فيا راه il est traité tout de suite sur le champ le temps de réponse il est rapide même في l'achat en franchise les franchises ملي كانت بالشهر ولات لا فرانشيز ليتود دو لا فرانشيز ميم با دون لي 2-3 جور لوبيراتور ليكسبورتاتور عنده شكرا ليه تفضل يعطيك الصحه السيد فارس اليوم كيف تشاركون في المعارض اليوم هل تشاركون في المعارض الوطنيه والدوليه نشارك في المعارض الوطنيه وتنك المعارض الدوليه كما المعرض اللي شاركنا فيه الاخير كان في دبي في عربال وعندنا ان شاء الله في مواد نوفمبر كاين ميديكا في المانيا هادو اثنين المعارض المختصين في الدومين هذا نشاركوا فيهم ودائما نطرحوا هنا راح نطرحوا في المعرض الجاي ان شاء الله مواد مواد جديده صديقه للبيئه هي مواد لي كيما درا جيطابل 100% بيوديغرادابل ديسبرسيبل لو هذه حاجه ماذا هو ان هذا صور فار ثاني تاعنا اللي راح نديفلوبيوه ونطرحوه في الاسواق هذه مهم جدا يعني شهادات الجوده اليوم هل مثلا المنتوج تاعكم عنده شهادات جوده ايزو او ما شابه
بالطبع عندنا، بالطبع عندنا كاع المواصفات الاوروبيه لي زون 9001 فيرسيون 2015. عندنا لا 14485 تاع الديسبوزيتيف ميديكال، وعندنا الماركا سي او، وهاي بهاد لي سيرتيفيكا اللي قدرنا ندخلوا المنتوج تاعنا سيرتو البرودوي فيني، قدرنا ندخلوه للاسواق الاوروبيه وخاصه الفرنسيه. يعطيك الصحه سي طهراوي. اليوم انتم كيف تشوفوا مناخ الاستثمار اليوم في الجزائر والتحفيزات يعني المقدمه للمتعاملين الاقتصاديين؟ والله يعني رانا نشوفوا في دعم كبير يعني من الدوله الجزائريه، ونتائج رانا نشوفها في الميدان يعني في جميع المجالات الفلاحيه او الاخرى. يعني رانا نشوفوا تطور في الانتاج، يعني في كميه الانتاج وفي العدد الفلاحين، في عدد الفلاحين. هذا اللي راه الشيء هذا راح يسمح يعني بتحقيق الاكتفاء الذاتي في اقرب وقت ممكن، لان رانا نشوفوا كاين اوقات السلع يعني ما تباعش، ما تقدرش تبيعها مثل الاسوام طيح يعني متوفر، يعني السلع متوفر بكثره في السوق. هنا يعني اهميه طرق الدعم تاع الدوله ومع الكفاءات اللي كاينه ومع الاكسبيريونس اللي كاينه هنا نقدروا نزيدوا ندعموا اكثر التصدير، يعني لان الوفره كاينه في اوقات من الموسم يعني الفلاحي. هنا نقدروا نروحوا بعيد يعني في مجال التصدير ان شاء الله. اليوم انت كنت قلت بلي هناك انتاج وفير، الذهاب الى الصناعات التحويليه اليوم مهم جدا. اليوم كاينين يتخوفوا من يذهبوا للصناعات التحويليه، يقول لك انه الانتاج متذبذب، الانتاج الفلاحي من ذاك كاين من ذاك ما كانش، يقدر يقول لك نديرو زين ومن بعد من ذاك تلحقني سلعه من ذاك ما تلحقنيش. اليوم كيفاش انت رؤيتك راك في الميدان؟ والله نهضر على الشركه في حد ذاتها ومن بعد نهضر، يعني شركه طهراوي هي شركه منتجه يعني ما تخافش من السلع، كاينه لانه كاين السلعه، كاين يعني في السوق كاين سلع، يعني ربما ما يكونش تذبذب، يكون تذبذب في الاسعار. يعني ربما السلع ما تكونش رونطابل يعني بارابور للترانسفورماسيون، وانما احنا الشركه يعني عن قريب ان شاء الله راح يكون عندها مصنع للصناعه التحويليه الغذائيه مخصصه في المنتجات الفلاحيه، اللي ان شاء الله راح تكون يعني السلع ذات جوده، لانه شركه نوفا بريم يعني مجمع طهراوي عندنا سيرتيفيكا جلوبال جاب، سيرتيفيكا جلوبال جاب تسمح لنا ان نصدروا اكثر من 100 دوله في العالم بدون ميزاناليز يعني ولا هذه ان شاء الله المشروع هذا مستقبلي وعن قريب راح يكون يعني فونكسيونال في ريز مسكرة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، يعني سلع متوفره وذات جوده عاليه يعني مش وش رايك في الصناعه التحويليه؟ الصناعة التحويلية هي يعني الصناعة يعني شيء مليح للمستقبل، لأنه علاش؟ حتى في التصدير مطلوبة. فعلا. يعني حتى للسوق الوطنية أو التصدير ولازم تكون ذات جودة عالية. لأنه قلت كاين أوقات من الموسم الفلاحي للسلع ما تكونش البيع تاعها راح يكون بأسعار رمزية. رمزية فعلا. يعني لا باش تروح أسعار رمزية ولا راح تفسد، من الأحسن تروح للصناعة التحويلية، يعني هذا مشروع إن شاء الله وكاين دعم كبير من طرف الدولة للصناعة التحويلية. يعني عندك نعم. نسبة قروض 90% نسبة 90% من قيمة المشروع، من قيمة المشروع عند مدعم من طرف الدولة. يعني هنا كاين دعم في الإنتاج، دعم في التحويل، في تحويل المنتجات يعني الغذائية، إن شاء الله راح يكون حاجة. يعطيك الصحة السيد عبد الرزاق. يعني أنت أيضا كنت تحدث منذ قليل، قلت أنك كنت نقلت من عدة شركات ومجمعات يعني سواء ملتي ناسيونال أجنبية وحتى جزائرية. اليوم كيف ترى مناخ الاستثمار اليوم في الجزائر؟ شوف اليوم مناخ الاستثمار يسباسور على أمور، لازم الشركات اللي تجي تستثمر دير في بالها حاجة، المواطن الجزائري ولا يشوف أولا الجودة قبل السعر. بكري كان الجزائري تبع السعر، ولكن اليوم الجزائري ولا يتبع الجودة ثم السعر، مع العلم أن المنتوجات الجزائرية سواء الدومان تاعنا لوبريفيون ولا أي دومان تاع هنا المنتج الصناعي في الجزائر، المنتوجات راح تكون أقل في السعر على المنتجات اللي راهي مصدرة. ولكن أنا نضيف الحاجة المهمة هي الجودة.
الجوده. مثلا اليوم احنا حاليا الشركه تاعنا في المنتوجات في الزيوت رانا كما نقولوا احنا الزومولوغاسيون اللي جبناها من عند الشركات العالميه ليست حبر على ورق، وانما قاموا داروا دي تيست على الزيوت تاعنا في المخابر تاعهم هما، وماشي دي تيست اللي يديرهم مره واحده. اذا كان شركات احنا مثلا راح نقولوها مرسيدس شاك 3 موا فوار شاك كل شهر تدير تحاليل على الزيوت فعلا. علاش؟ راح لانه يقول لك انا عندي موتور دو كاليتي ماذا بيمشي افيك اون ويل دو كاليتي. لذلك احنا اليوم الاستثمار في الجزائر اي مستثمر في اي مجال لابد ولابد ولابد انه الهدف تاع الاول هو الجوده. لابد سو فوكاليزي سور لا كاليتي. يعطيك الصحه دكتور تغرسي. مهم جدا اليوم الشراكات الاجنبيه سواء من ناحيه جذب الاستثمارات المباشره او من خلال الشراكه. اليوم المعرض هو ايضا فرصه للشراكه سواء للمؤسسات الحاضره او للدوله تجذب وتكون ان هناك فرص جديده للاستثمار في الجزائر. طبعا اليوم هذا المعرض مش معرض عادي، لانه ارتقينا من خلال تقارير اللي تشوف السنه الماضيه كنا تقريبا 500 عارض، اليوم اصبحنا 700، وهذا الرقم طبعا هي ارتقي في المرحله، لانه علاش؟ تم كسب ثقه العملاء نتاعنا سواء من المستوى المحلي سواء على المستوى طبعا الخارجي من خلال استقطاب عده شركات. اليوم في تركيا اصبح طبعا الشريك التركي مهم جدا، اليوم 51 مؤسسه تركيه موجوده في الجزائر، الى جانب الشركات الايطاليه، الى جانب طبعا الشركات الصينيه، تقريبا كل الشركات الاجنبيه موجوده اليوم في الجزائر. لماذا؟ لطبعا شراكة، لطبعا بيع المنتجات، للاستثمار في الجزائر، لتحقيق طبعا هذا الفائض اللي موجود في الجزائر. نظن أنه اليوم بدأ الظهور خاصة بالنسبة للأقطاب سواء الأقطاب الفلاحية، وشفنا المنتجات اللي موجودة اليوم في الجزائر والاستثمارات اللي موجودة في الجزائر. شفنا الاستثمار اللي موجود طبعا في أدرار كذلك بالنسبة لبلدنا، هو مشروع مهم جدا، وشفنا كذلك بالنسبه للايطاليين وكحتى بالنسبه للاتراك موجودين تقريبا في كل الاقطاب في كل ولايه موجودين. بدات الحركيه بالنسبه لاستقطاب من خلال طبعا هذه المعارض وطبعا معارض اخرى. تقريبا اليوم مش فقط المعرض اللي موجود معرض دولي، ولكن تقريبا معارض على مستوى كل السنه، كل التخصصات موجوده طبعا في الجزائر. فقط انه كيف يمكن تسويق للمناخ الاستثمار اللي موجود في الجزائر، كيف يمكن معرفة التحفيزات اللي موجودة في الجزائر، كيف يمكن تحديد نوعية وقطاعات اللي يمكن طبعا الاستثمار فيها. نظن أنه هذه الاستراتيجية راح تعطينا أكثر تنظيما واستقطابا بالنسبة للاستثمار الأجنبي. فقط ولكن ضروري أنه نشارك للسويق هذه الإمكانيات في المعارض الدولية، لأن هناك كثير من المعارض وعدم معرفتهم بالمنتوج الجزائري، ما يكونش فقط هنا مختص في الجزائر، ولكن حتى التواجد في المعارض الدولية يعطي أكثر فرصة للتسويق لمناخ الاستثمار، للقوانين الجزائرية طبعا الحديثة، للإمكانيات والثروات اللي موجودة تقريبا في كل القطاعات. نظن هذه استراتيجية متكاملة بين كل القطاعات الوزارية، واللي تعطي أكثر مفعولية بالنسبة لمناخ الاستثمار. اليوم أنه هناك منصات رقمية لاستقطاب الاستثمارات، ولكن نحتاج إلى تسويق أكثر لفرص العمل في الجزائر، لفرص الاستثمار في الجزائر، للإمكانيات الموجودة في الجزائر. اليوم شفنا أنه كثير من الدول تنوه طبعا بالإمكانيات اللي موجودة في الجزائر والثروات اللي موجودة في الجزائر. نظن أنه خلينا نقولها بلغة سياسية، اليوم تم انتخاب الجزائر في كل الأمكنة، انتخابها في مجلس الأمن، انتخابها كنائب طبعا في مجلس الأمن، انتخابها في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، انتخابها في اليونسكو ايضا، في اليونسكو كذلك. يجب اليوم من خلال هذه المنصات التسويق لهذه الثروات الوطنيه ولطبعا مناخ الاستثمار في الجزائر. حتى بالنسبه للمجالس شفنا اللقاء اللي كان موجود بين الخارجيه والتجاره للمجالس والتنظيم طبعا هذه المجالس. ما معنى تنظيم المجالس؟ معناتها تنظيم لابراز القدرات الوطنيه، للثروات الوطنيه، للمناخ اللي موجود في الجزائر، للامكانيات الاستثماريه اللي موجود في الجزائر، للموقع طبعا الجغرافي المهم جدا للولوج الى افريقيا مثلا، وحتى بالنسبه لي طبعا قارات اخرى اوروبا وطبعا كذلك. وكذلك
تنويع الشركاء لم يعد بالنسبة لي أو لم يعد اهتمام الجزائريين فقط بالنسبة للشركاء الأوروبيين. اليوم طبعا آفاق كبيرة بالنسبة للشركاء الآسيويين، اليوم طبعا موجودين بكثرة الشركاء طبعا الإفريقيين، تقريبا كل البلدان موجودين في هذا المعرض. نظن يجب تفعيل طبعا الدبلوماسية الاقتصادية من خلال تسويق الإمكانيات الوطنية وطبعا هذا الإرث اللي موجود عن الجزائر. شكرا لك دكتور تغرسي. سيد بومرقة، أيضا مهم جدا تثمين الشراكة، تحدث دكتور تغرسي على تثمين الشراكة وتنويعها. اليوم نحن بحاجة إلى تنويع شركاء خاصة من أجل رفع نسبة الإنتاج، رفع الجودة على الإنتاج. اليوم ما هي الآليات الواجب اتباعها من أجل تثمين الشراكات وتعزيزها خاصة مع الأجانب؟ اليوم عندنا ما نماذج جد ناجحة في عدة قطاعات، قطاع الحديد، قطاع الإسمنت، قطاع الزيوت. اليوم نحن بحاجة إلى تثمين الشراكات مع الأجانب، كيف ذلك؟ يا عمبلك مع هذا لو نوفو كود دانفستيسمون راهو قاعد ينكوراجي لي زانفستيسور اللي عندهم كوراج أكثر. لي بلو كوراجو سي لي ترك اي لي شينوا، هما كي سون ايطاليين أيضا هناك شراكة ايطاليين، وجاو باش يديروا دي زانفستيسمون. أنا كل ما نروح للمعارض ولا تكون دي رونكونتر يقول لك يهضر لك ديما على كيفاش يديو الرومبورسمون، كيفاش نسميوه، التعويضات، البينيفيس، الترانسفير دو بينيفيس، تحويل الفوائد، تحويل الفوائد. هما هاد عندهم النقطة السوداء يقول لك كيف نحول. بيان سور كيما انت تجيب الفلوس تاعك كيما تجيبهم ديكلاريين دون لو بون سونس تاع الانفستيسمون، نقولوا بلي راك تقدر وزوفري دروا تحول الاموال، تحول البينيفيس تاعك. هما حاطين بلي الجزائر الجديده راهي تبدلت، لان الناس عاد كتخمم علاش الاتراك ولا الاخرين اللي داروا لي زانفستيسمون لو كان ما شافش مناخ الاستثمار مبدل ما يجيكش. الناس اون بليس وين الانفستيسمون يعود المنتوج نتاعك نتاع اللي توجدوا لنا في الجزائر تصدروا، باسكو درك لان علاش الغاز عنده قيمه ما كانش قيمه، الكهرباء كما يقولوا هما باطل كيفي، هذا هو سي لو سي لو ميليو بروبيس باش محفزات باش تجذب الاستثمار، تجذب الاستثمار باش تصنع لهنا والمخيره زيد تكمل تصدرها، لان الفتح لان هاد لي زوفرتور نتاع لي شاوروم تاع البيع في معارض البيع المعارض العام كامل وهي موجوده، راه يعني اوبيراسيونيل كما في السنغال كما في موريتانيا، ممكن يعني يزيدوا يحلوا ثاني في كوت ديفوار في اوروبا. سي كيفي الاكسبورتاتور هذا ولا الكومباتريوت اللي يجي باش يدير يعمل ويصدر راه عنده تحفيزات كبيره ومستقبل ضخم ان شاء الله. شكرا لك سيد بومرقة. سيد بابا فارس، اليوم اهميه الشراكه، هل عندكم اليوم شراكه سواء محليه او مع الاجانب؟ يا الان عندنا وفد من سونترال داشا فرونسيز جاي على الجزائر، وحنا باش راح ان شاء الله نسنيو اتفاقيه مع على المستشفيات. وحنا عندنا المنتوجات تاعنا بالنسيج الغير منسوج، فكرنا باش نزيدو نوسعوا المنتوج باش نردوه في بالنسيج. كاين شركات لهنا جزائريه اللي تصنع النسيج باش نروجوا ثاني المواد الجزائريه في الاسواق الاوروبيه. ثاني كنا درنا معاهم باش نتلاقاو بهم ونديروا اتفاقيه باش يصنعوا لنا المواد بالتيسي. هو بهذا يسمى فيه شراكه ما بيناتنا، وحنا نحبوا دائما نكونوا كاع الشركات الجزائريه متحده باش نخرجوا منتوجات ذو جوده وواحد يكمل واحد في الدنيا هذه. وعندكم شراكه مع المجمعات الوطنيه ولا ما عندكمش؟ عندنا شراكه نورمالمون في شهر جويليه باش نديروا اتفاقيه مع شركه سيناتاك، وشركه سيناتاك اللي تصنع النسيج غير منسوج، وشركه طايا بل اللي تصنع النسيج، لا 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 باش هكذا نشكلوا قوه ونقدروا نلبوا كاع الرغبات الاسواق الاوروبيه. حتى
يعطيك الصحة. السيد طهراوي، اليوم أيضا مهم جدا عملية التسويق، كيف تتم عملية التسويق؟ يعني دائما نتحدث عن الباكاجين، يعني التعليب، عملية التعليب. اليوم ممكن من نقائص تسويق المنتوج في الجزائر هو عملية التعليب، وعملية أيضا عند التصدير لازم أنتم درتوا عملية تصدير، هل يعني يحمل علامة صنع في الجزائر؟ كيفاش أنتم تروجوا لهذه العملية؟ اللي تحب يهدر يهدر. عندنا المنتوج تاعنا فيه صنع في الجزائر، ماضينا الجزائر، ويدخل الاسواق الاوروبيه بماضينا الجزائر. يعطيك الصحه. التسويق يعني من مع يعني السوق الوطنيه راح يكون بتعليب مثل اسواق يعني التصدير، مثل الاسواق الاوروبيه او دول الخليج. او وشركه ما تبيعش سلع اون فراك كما نقول، لازم تكون معلبه وتحمل علامة جزائرية وتعرض كمنتوجات جزائرية، لأنه ما يخفريش باللي المنتوج الجزائري عندنا طلب كبير في العديد من الأسواق العالمية، يعني سلعة مطلوبة يعني بكثرة، خاصة أنها تكون بيو، خاصة المواد في الأحياء يعني بيو، ما حتى اللقون تاعها يعني أحسن من الأخر، أحسن من السلع اللي كاينة في أسواق أخرى. يعني التسويق في السوق الوطني راح يكون عن طريق اسواق الجمله، اسواق الجمله يعني عبر كامل التراب الوطني، والتصدير راح يكون عن طريق مع ديك ليون اللي كاينين في اليوم. السعر تاع المنتوج الجزائري هل في 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 الخارج هل هو تنافسي، هل هو غالي، كيفاش تشوف اوقات يعني كاين اوقات يكون السعر منافس جدا، اوقات راح يكون غالي لانه الحساب لا بيريود. اوكي، كيكون المنتوج متوفر في الجزائر وغير متوفر في الاسواق الاخرى، يعني هنا راح تكون سعر منافس يعني، بس كيكون يعني السلع متوفره بكثره راح نكونوا شويه يعني، وهذا الشيء مرتبط بالاكتفاء في السوق الوطني فعلا. اليوم عمليه التوظيف، كيف تتم عمليه التوظيف؟ شحال عندكم منصب شغل مباشر غير مباشر؟ والله هو منصب الشغل اللي كاينه هي حوالي 300 منصب، 150 مباشر و150 غير مباشر. لانه علاش نقول لكم غير مباشر؟ لانه احنا متعاقدين مع فلاحين ثاني، يعني شركاء معنا. هذا الشركاء يعني احنا نشتروا لهم السلع ونتابعوهم تقنيا من نهار الغرس حتى لافان سيزون. التحكم في التكنولوجيا، كيف شراكم التحكم في التكنولوجيا؟ التحكم في التكنولوجيا راح يكون عن طريق مهندسين متكونين في الخارج، وعندنا السيرتيفيكا جلوبال جاب اللي درنا السويفي من نهار نبداو حتى نكملوا بالشروط اللي لازمه باش تكون سيرتيفي تكون في الجوده. كنت نرجع لك عبد الرزاق فارس، عدد العمال اللي عندكم؟ احنا عندنا قريب 450 عامل مباشر، وعندنا قريب واحد 300 ولا 350 الغير مباشر، ورانا نزيدوا نوسعوا خطراكش لا كونسوماسيون في الاسواق الاوروبيه والافريقيه، سيرتو في الدومين هذا تاع باراميديكال، وسيرتو خطا هذا المواد تتسوق في الداخل المستشفى في القاعات، كاين حتى المواد اللي تدخل القاعات الجراحيه، اللبس الجراحي وكل، وفيه دائما استهلاكات كبيره، سي بور سا لازمنا نوسع. يعطيك الصحه. السيد عبد الرزاق، اليوم اهميه التحكم في التكنولوجيا وعمليه تكوين الاطارات اليوم الشابه في الجزائر، كيفاش تشوف هذا؟ عملية التحكم أولا كما قلت لك، حنا ديجا اليد العاملة تاعنا 100% جزائرية، المهندسين تاعنا كامل مكونين في جامعات هنا جزائرية، مع دي فورماسيون كومبليمونتير من عند لي فورنيسور دو ماتير بروميير جينيرالمون ألمانيين. ما ينجموش كما يقولوا يعطيك نصف تكنولوجيا، لأن في الزيوت فيهم بوكو دو تكنيسيتي، التقنيه كثيره جدا دقيقه، يعني دقيقه جدا، كل محرك عنده احتياجات وخصائص لابد، اذا هو مجبر انه يقوم بتكوين المهندسين تاعنا اللي هما نقولها اون كون فوا 100% جزائريين، ويكون معاه ان اكومبانيمون. حنا بار لا سويت نديروا دي فورماسيون للموزعين تاعنا باش يعرفوا يجاوبوا المواطن الجزائري، لانه للعلم حنا نقوموا بصناعه هذه الزيوت، ومن بعد في, 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 في التوزيع عندنا حوالي 60 موزع في تيريتوار ناسيونال، وحسب كل موزع عنده ما بين 20 حتى 100 خدام كل موزع.
هذه. وبالنسبه نعاودوا مره اخرى للتكنولوجيا، التكنولوجيا في الزيوت حاجه دقيقه جدا، ما تنجمش تسامح مع غلطه، يا لو كان في 10% ما تسامحش، لان الموتور ثمثم المحرك ثمثم يعطيك الغلطه، خاصه مع السيارات الجديده كلش الكترونيك. شحال عندكم مناصب شغل اليوم؟ نعم، مناصب الشغل، مناصب الشغل في المجمع هي 1100 في المصنع تاع الزيوت بصفه مباشره، مصنع الزيوت 350 وبصفه غير مباشره عندنا ما حسبناش، لان عندنا توسكي ترانسبورتور الموزعين اللي عندهم ايضا اليد العامله تاعهم تنحسب بالالاف، والحمد لله الحاجه اللي نفتخروا بها انا 100% جزائريه. يعطيك الصحة، شكرا. إذا مشاهدينا قبل مواصلة هذا النقاش أدعوكم لمتابعة هذا الروبورتاج الذي أعدته الزميلة دلال بوطبة حول الصناعة العسكرية التي تعد قاطرة للصناعة الوطنية، فنتابع. تحلق صقور الجزائر لتستطلع تراقب وتحمي بلدا بحدود لا تنتهي، منظومة طائرات بعدية بدون طيار بشراع ثابت وشراع دوار، جديد الصناعات العسكرية بجناح وزارة الدفاع الوطنية بمعرض الجزائر الدولي. طائرات دون طيار مصممة ومصنعة بسواعد جزائرية تنفذ مهاما عسكرية ومدنية كمراقبة المناطق الحساسة وحماية الغابات ومراقبة أنابيب الغاز ومراقبة الشواطئ. هي منظومة طائرات بدون طيار قمنا بتطويرها هنا في الجزائر. هذه المنظومة تعتبر منظومة تكتيكية تستطيع القيام بأداء مهام الاستطلاع ومراقبة الأهداف الأرضية ليلا أو نهار. كل البرمجيات التي تخص هذه المنظومة مطورة من طرف مهندسينا هنا بالجزائر. مؤسسة البناءات الميكانيكية خنشلة تواصل تطوير منظوماتها وأسلحتها وتقدم الجديد هذه السنة. جديد المؤسسة في هذه الطبعة هو عرض نماذج لمنتوجات في طور الإدماج على غرار ماسورات متوسطة العيار، وكذلك بندقية قناصة مصممة ومطورة 100% محلية. تعتبر المؤسسة قطب مهم في مجال الصناعة الميكانيكية، وذلك بما تقدمه من خدمات في مجال المناولة، خاصة فيما يخص صناعة أدوات الإنتاج وقطع الغيار لمختلف المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة. مؤسسة تطوير صناعة السيارات تعرض أيضا منتوجاتها وعتادها المتطور للاستخدام العسكري والمدني. عندنا على يساري المنتوج الجديد اللي طورناه اللي راح يكون يعني في المهام اللي راهي في الكاس 66 اللي كان يأديها الكاس 66، وعندنا شاحنة ثانية شاحنة أخرى اللي راح تعوض شاحنة الكاسونفا المعروفة تاع سوناكوم أيضا، وأيضا عندنا ثلاث حافلات مختلف يعني الأحجام، عندنا حافلات ل 33 مقعد وحافلات للنقل الحضاري اللي تقدر تاخذ حتى 100 يعني شخص. منظومات حديثه متطوره لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي كهذا المستشفى المتنقل، ووحدات متعدده للصناعه العسكريه قاطره وفخر الصناعه الوطنيه لريادتها واسهامها القوي في النسيج الصناعي الوطني. إذن دكتور تغرسي، كما شاهدنا الصناعة العسكرية يعني فخر للصناعة الوطنية وتعد أيضا قاطرة للصناعات الأخرى، والنموذج يعني جد نعم ناجح، أصبح يدعم خاصة الاقتصاد الوطني من خلال عدة طبعا قطاعات وزارية. نظن أنه اليوم مهم جدا نحكوا على سواء بالنسبه للطائرات بدون طيار، سواء بالنسبه للبواخر، سواء بالنسبه للشاحنات، سواء بالنسبه للسيارات، سواء بالنسبه للميكانيك، سواء بالنسبه للاسلحه، سواء لعده قطاعات. وحتى انه الحاجه الايجابيه طبعا هو معدل الاندماج مهم جدا، تقريبا فاق 40% وفي بعض الحالات يوصل الى 100%. نظن هي استراتيجيه وطنيه لمرافقه الاقتصاد الوطني ودعم طبعا وحماية بالنسبة للاقتصاد الوطني. نظن هناك أبعاد استراتيجية أخرى
نشاهدها في كل القطاعات، سواء بالنسبة للصناعة، سواء بالنسبة للفلاحة، سواء بالنسبة للصيد البحري، سواء بالنسبة لعدة قطاعات، يظهر دائما ودائما طبعا الجيش الوطني الشعبي مرافق للاقتصاد الوطني، مدعم للاقتصاد الوطني، وحتى شراكات مع القطاع الخاص، شراكات مع القطاع الخاص لتفعيل خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. شكرا لك سيد بومرقة. في الختام، أهمية المشاركة في المعارض، أو كيف تحفزون المتعاملين الاقتصاديين في المشاركة في معارض أخرى؟ يعني احنا درك رانا قاعدين بريباري لو نوفو بروغرام نتاع لي فوار على الاكسبور على انترناسيونال 2025 2026. نطلبوا من تو لي اكسبورتاتور وين تكون صالون يعجبوا في بلد يسجل روحو او نيفو دو لانكسال، باش كي نعطيو ليست، لان وزاره التجاره تفتش على اسواق وين نكونوا نروحوا فيها اون فورس، موش يروح دو تروا اكسبوزون تولي الفراغ. احنا نطلبوا منهم يكونوا واقعيين شويه كونسيون سي دو شوازير لي فوار هم باينين، يعطيوهم لنا دون لي بلي بريف ديلي ان شاء الله في المكتب اللي عندنا، والله اللي يحب يجي لهنا رانا في المعرض باش بور سبيسيفي ونعود عندنا ان اسباس امبورتون، لان الدرابو تاع الجزائر موش سهل. راح نزيد نقول لك حاجه عجبتني، قلت كاسون 20 كاسون 20 سي الميير كاميون، في واحد الفلاح واش يقول لك الربح الربح الربح. الحمد لله، يعطيك الصحة. سيد بابا فارس، اليوم الجزائر، والسؤال موجه لكم جميعا، يعني الجزائر تسعى إلى وصول 30 مليار دولار كصادرات خارج قطاع المحروقات في حدود 2030، كيف ستساهمون أنتم في هذه العملية كمصدرين ومنتجين؟ احنا نديروا اللي علينا ونأمل باش نلحقوا تلحق الجزائر لهذا القيمة، وإن شاء الله هي بالإرادة والجودة تلحق أكثر من هذا القيمة، وهذا وصلنا. يعطيك الصحة، شكرا لك سي فارس. تفضل سي حسام. يعني إن شاء الله إحنا شركة طهراوي يعني مصممين يعني كل عام يكون فيها استثمارات جديدة، يعني اللي يكون فيها نقدر نروح معاه بها يعني للتصدير، وإن شاء الله مع الدعم الكبير اللي يكون من طرف الدولة الجزائرية إن شاء الله راح يكون أكثر، وراح يكون فيه منتجات يعني ذات جوده عاليه راح تكون في الاسواق الاوروبيه ان شاء الله والاسواق الخارجيه. شكرا. سي عبد الرزاق تفضل. انا نطلب حاجه قبل من المواطن الجزائري، انه يجب ان يثق في المنتوج تاع الوطن تاعو، باسكو لو كان نشوفوا في بلدان واحده اخرى بلا ما نسموها يديروا بيبليسيتي ولا يكتبوا ميت ان بلادهم بكل فخر. لابد ان المواطن الجزائري ما يحكمش بلا ما يجرب، لابد ان يجرب، وكي يجرب يلقى برودويت كاليتي يهدر عليه ويقول مات ان بلادي بكل فخر، هذاك هو لو بليز امبورطون. يعطيك الصحه والشكر ايضا، يعطيك الصحه كل الحضور، وشكر ايضا للفريق التقني العامل معي في قصر المعارض، وشكر ايضا وصول لكم انتم مشاهدينا. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.